اقليميا في ناحيه الاسطاس. قبل ما نتكلم على شنو هي المساهمه ديال مخطط المغرب الاحمر في 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 تنميه هذا القطاع ديال السلاله السردي، بغيت نتكلم بانه يعني هاد النسخه الثانيه ديال المعرض الوطني المهني للسلاله السردي فهو مناسبه يعني الاحتفاء بهذه السلاله اللي هي عندها واحد الاهميه على الصعيدين يعني المحلي والوطني. السلاله السردي بحالها بحال جميع السلالات ديال الاغنام اللي كتوجد على الصعيد الوطني، ولكن عندها واحد الميزه اللي جعلت جميع المغاربه يعني كيحبوا هذه السلاله، الخصائص اللي فيها. مخطط المغرب الاخضر اللي حنا بصدد الانجاز ديال واحد العدد ديال المشاريع، يعني كاين هناك بعض المشاريع اللي كتقيس بطريقه مباشره او غير مباشره سلاله السردي، بحكم انه هي مشاريع موجهه لتنميه قطاع الاغنام، قطاع اللحوم الحمراء بصفه عامه في الاقليم ديال السطات. كانت هناك بعض المشاريع اللي كتهم يعني الغرس ديال 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 الشجيرات العلفيه اللي عندها واحد التاثير ايجابي على التغذيه ديال الاغنام. ملي كنقولوا هاد المشاريع هادو داروا في المنطقه الجنوبيه، فهاد المنطقه الجنوبيه اصلا هي معروفه بسلاله السردي، ما كاينش اصناف اخرى. هاد المشاريع كانت هناك واحد العدد ديال المكونات اللي الهدف الرئيسي ديالها هو انه سلاله ديال الاغنام بين قوسين يعني سلاله السردي في هذه المناطق يعني تكون يكون التطور ديالها والنمو ديالها بشكل طبيعي، بغض النظر على الظروف الطبيعيه، بغض النظر على الظروف المناخ اللي كيعرفها اللي كتعرفها المنطقه. يعني من الجانب ديال التغذيه ما يكونش هناك اشكال، بحكم انهم بين مكونات هذه المشاريع الغرس ديال واحد مساحات شاسعه ديال هاد الشجيرات العلفيه القطفه، واللي هي كمنتوج تغذيه يعني محبب من طرف الاغنام. كذلك كاين هناك تأطير ديال التجمعات السكنيه، تجمعات ديال المنتجين ديال الكسابه اللي الهدف ديالها هو انه يعني الهدف ديال هاد التأطير تطوير هاد الانتاج والانتاجيه وتطوير سلاله السردي بصفه عامه. احنا حاليا بصدد البحث على مشاريع اضافيه كتهم تطوير اللحوم الحمراء لفائده الاغنام، وبحكم انه دابا الاغنام عندنا في الاقليم ديال السطات الاكثريه ديال الاغنام هي من صنف سلاله السردي، وبالتالي حتى هذه المشاريع المستقبليه اللي راحنا بصدد الدراسه ديالها فبطريقه غير مباشره فكتهم هذه السلاله هذه، واللي ربما غادي يكون عندها واحد التاثير ايجابي باش انها تطور بشكل جيد في المستقبل. داروا مشاريع وتكلمت على الاشكاليه الكبيره اللي كان كيعاني منها القطاع ديال الاغنام هو الاشكاليه ديال التغذيه، خصوصا في السنوات اللي كتكون سنوات الجفاف. فعن طريق هذه المشاريع اللي داروا وعن طريق غرس هذه الهكتارات الشاسعه ديال الشجيرات العلفيه فما بقاش هذا الاشكال، سبب بانه ما بقاش عندنا هذا الاشكال ديال 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 التغذيه ديال العلف ديال 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 القطعان ديال السلاله السردي في هذه المناطق هذه اللي دار فيها المشروع. فهذا كان تاثير ايجابي لبعض المشاريع اللي داروا في اطار مخطط المغرب الاخضر واللي كتقيس مباشره يعني سلاله الاغنام اللي هي سلاله السردي. احسن اضافه اللي يمكن له يقدمها المعرض للفلاحين هو هاد اللقاءات والمعرفه ديال احسن المربين الماشيه، بحكم انه المعرض تم اختيار واحد العدد ديال المربي سلاله السردي اللي كيربيو هذه السلاله بشكل جيد. فاحسن قيمه مضافه اللي يمكن له يعطيها المعرض هو انه هاد اللقاءات الثنائيه واللقاءات ربما اللي كتكون ما بين الكسابه للتجارب يعني باش كل واحد يستفاد من التجربه ديال الاخر،
ويحاول ما امكن باش يسير هذا القطاع هذا لاحسن الامور في المستقبل ان شاء الله. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.